ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردشت. سينما حلب. أمشي الآن في شوارع حلب في مركز المدينة، حيث قضيت طفولتي ومراهقتي وشبابي برفقة الوالد رحمه الله في العمل. ومررت كما يمر العاشق المهزوم أمام منزل قديم لحبيبته التي رحلت، يتملى البيت براحته. ما من أحد هنا الآن، ما من خوف، ما من قلق، فلا أحد لينهيك عن فعل ذلك الآن. لكن أيضا لا منى، لا أحلام، إنما مجرد دموع إذا شاء لها الماضي أن تنزل نزلت، وإذا لم يشأ بقيت حبيسة عينك التي ترى شوارع حلب الآن. والآن ما أقسى الآن، ما زال صالون الملك للحلاقة الرجالية مكانه، لكن محل البسكليتات كان مغلقا، لم تكن عليه علامات جديدة، ومكان عملك كان مغلقا أيضا دون علامات. دخلت إلى المبنى علني أجد ذكرى قد كنت كتبتها في يوم من الأيام على الجدار، لكن لا ذكرى، دهان رخيص محى كل الذكريات، محى اللوحات التي كنت أرسمها لأبطال الأفلام، محى جزءا من حياتي كان يبتسم للداخلين على الجدار. بائع البن الشهير اختفى وحل مقابله بائع بن بديل. المكتبة الثقافية الشيوعية اختفت منذ زمن بعيد وحل مكانها محل حلويات كنافة غير نابلسية. ما زالت صيدلية حلب موجودة على السوق التقاطعية بين شارعي بارون والقوتلي، ولكن سينما حلب أغلقت، كتب عليها محضر للبيع. محضر يا حبيب. لا يا معلم، هذه سينما حلب ليست مجرد محضر، هذه سينما كنت أتفرج فيها على أفضل الأفلام، وتعرفت فيها على الشخصيات المثيرة، الكونت دي مونت كريستو بتشخيص توني كورتيس عليه رحمة الله، الرجل ذي القناع الحديدي بتشخيص ريتشارد تشامبرلين قبل أن يأتي ليوناردو دي كابريو بزمان، والفيلم الذي غص في حلقي الرجل الذي لا يقهر، فيلم كوبوي، لكنهم كتبوا لافتة عليه ممنوع دخول الأحداث، وكنت حدثا مولعا بالسينما، أكتب على دفتر السحري قصص الأفلام التي حضرتها وأرسم أفيشاتها. لم يدخلني الرجل الحديدي رغم إبرازي لدفتري ليعرف نوعية الحدث الجادة، لكنه لم يأبه، قال لي بعد محاولة العاشرة: لن تدخل إلى هذا الفيلم لو بقيت في روحي ذرة حياة. وقلت في نفسي: الآن ليتك تكون على قيد الحياة لأخبرك كيف يدخل التلفزيون كل ساعة ودقيقة بكامل عنفه وجنسه الرخيص وادعاءاته بالحداثة والتطور إلى حياة الأحداث. آسف، قصدي الأطفال. وأكملت التجوال فوجدت سينما الكندي الحكومية مغلقة دون شروح أو أسباب، فيممت شطري صوب فلافل الفيحاء أبو الشام، عسى ولعل لم يغلقه الزمان، وأمان يا قلبي أمان، آل تطور آل. هكذا حدثنا هردشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016.